بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي على ازاي نعمل ابديت. فكرة الابديت اللي انتوا عارفينها ان انا بستخدم اتنين فايل، لا انا في المثال بتاعي مش هستخدم اتنين فايل تماما، انا همسك الداتا اللي في الفايل كلها احطها في array، وامسك الاري اقول للراجل انت عايز تعدل ايه، قال لي الكتاب رقم 100، ادور على الكتاب رقم 100 فين بالظبط داخل الاري، اول ما الاقيه اقوم جاي معدله داخل الاري، وبعد ما اخلص شغل اكتب الاري بتاعي كله بالتعديلات الجديده في الفايل. تعال نمشي بالراحه اهوت، هقول له void هسميها modify. بعد كده اول حاجه هقول له file dot open، انا عايزك تفتح لي data dot text مسج dot كوما المود بتاعي. المود بتاعي كان هيبقى غرض في الوضع في الوقت الحالي بس، في وضع ان. بعد كده بعد كده هنعمل ايه، هنبدا نقرا الملف بتاعي. اتاكد الاول طبعا ان هو اوبند ولا لا، فهقول له ادي اللي انا كنت حاطه من شويه اهوت، هقول له الملف اوبند تمام تمام، مش تمام يبقى في مشكله. الخطوه اللي بعد كده ان انا هطلب من اليوزر ان هو يدخل الداتا، هقول له سي اوت يا يوزر انتر البوك اي دي اللي انت عايز تعدله يعني. بعد كده هقول له سي ان وهعرف متغير، هقول له انت ابديت اي دي، واقوم جاي قايل له الحاجه اللي يدخلها اللي احطها لي هنا. طيب الخطوه اللي بعد كده انا محتاج اعمل حاجتين. اول حاجه ان انا هعمل array، الاري دهوت هحط فيه الداتا بتاعتي. تخيلوا دلوقتي ان انا ممكن يبقى عندي array of integer، يعني كل قيمه في الاري هي int value. طب ايه رايكم لو انا عايز اخزن بوك وبوك 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 داخل array، الكتاب الواحد فيه الاي دي والنيم والبرايس، همسكه كله على بعضه كده كاوبجكت احطه داخل اندكس معين في الاري. فانا هعمل اري هقول له بوك وهسميه داتا، وهقول فور اكزامبل مثلا انا هحط سايز كده هقول 100، ده من دماغي يعني، ال 100 دي من دماغي، لكن انت المفروض تلف على الداتا وتجيب السايز بتاعها وخلافه يعني. بس تعال نفترض ان اقصى حاجه الفايل ممكن يشيلها 100، فانا الموديفاي عملت اري فاضي اهوت. هعمل ايه بعد كده؟ المفروض ما علينا ان احنا نيجي نقول، هقول له وايل اول حاجه هعمل انت كاونت بيساوي زيرو، ده كاونتر كده بيعداد بيعد عدد ال الريكوردز الفعليه. هقول له وايل ترو، اول حاجه انا اعملها هحط سيشن كونديشن بتاعي، انا بقرا دلوقتي الداتا، فهقول له ان الفايل بتاعي دوت اند اوف فايل، لو وصل لنهاية الملف ايه اللي يحصل، اعمل بريك زي ما احنا متعودين. قبل كده بقى كنا بنعمل ايه، هقولك المفروض ان انت هتقرا من الفايل، هتقرا من الفايل ازاي زي ما احنا عملنا من شوية. هقوم جاي قايل له string record، وبعد كده هقول له يا فايل اقرا اللاين الاولاني كله داخل المتغير اللي اسمه record اللي انا حاطه هنا. تحصل مشكلة؟ أيوة طبعا هتحصل مشكلة. ايه هي المشكلة؟ ان الريكورد دهوت ما بيفرقش ما بين الاي دي والنيمو، ده هو واخدتهم كلهم على بعضهم كسترنج. طيب فانا هقول له قريته وصلت لاند اوف فايل، قال لي لا، قلت له خلاص همسكك اقطعك. ازاي هقطعك؟ ان انا استدعي الفانكشن بتاعتي اللي بتمسك الريكورد تقطعه الفيلدس وتحطه لي في البوك اهوت، ناديت عليها قلت له يا فانكشن خد الريكورد بتاعي اللي فيه الداتا اهوت وهتقطعه، هتقطعه وترجعه لي في متغير اسمه بوك. المفروض ايه اللي يحصل؟ المفروض ان انا هاجي اقول له داتا اسم الاري اوف، اوف مين؟ اوف الكاونت. كاونت بكام؟ زيرو. يعني بقول له الاري المكان رقم زيرو فيه دوت، ما هو اري اوف اوبجكت، دوت مين؟ دوت ست، انا عايزك تحط لي الاي دي بتاعه. طب انت هتجيب لي الاي دي بتاعه منين؟ قلت له من بوك اللي انا لسه قاريه دوت جيت الاي دي. جيت الاي دي، ركزوا كده، ده عباره عن ايه؟ نطلع فوق عند اري داتا، تخيلوا ان انا عندي
array of object. ادي البنت اهو، تخيلوا ان انا عندي array اهوت عبارة عن اماكن كتيرة، مكان رقم 0، مكان رقم 1، 2، 3، 4، 5 وخلافه. المكان الاولاني دهوت فيه كتاب object، ده اسمه data. الاوبجكت دهوت تقدر تقول دوت جيت اللي انت عايزه او دوت سيت، لكن الفكره ان انت مش هتقدر توصل للمكان دهوت الا من خلال ان انت تقول له داتا اوف المكان رقم 0، يديك الاوبجكت كله على بعضه، تقوم جاي قايل له الكلام ده هو كله على بعضه اللي هو الاوبجكت دوت الجيت والسيت اللي انت عايزه. يبقى نرجع تاني اهوت، قلت له البوك الاولاني اللي في الاري خلي لي الاي دي بتاعه. طب الاي دي بتاعه هيجي منين؟ قلت له من خلال الداله دي لما قطعت الريكورد كانت حطت لي هنا، فقلت له من الكتاب المؤقت اللي انا حاطط فيه الداتا. نفس القصه قلت له داتا اوف كاونت دوت سيت، هتحط النيم منين؟ هقول له من الكتاب الريكورد اللي انا لسه قاريه حالا، جيت النيم اهوت. نفس القصه داتا اوف نفس الكاونت لان انا لسه في نفس الكتاب دوت سيت البرايس، وهم جاي قايل له بوك دوت البرايس، جيت البرايس. معلش بعد ما خلصت الكلام دهوت ما تنساش تزود الكاونت عشان الاندكس يتغير. يبقى انا اول حاجه قريت الصف الاول اهوت، ادي الكتاب بتاعي، ادي الداتا بتاعتي اهيت. اول حاجه قريت الداتا بتاعتي حطيتها في ريكورد، قلت له وصلت لاندو فايل، قال لي لا ده فيها داتا، قلت له تمام. قلت له طب حولها لي، بدل ما انت قريها لي كلها على بعضها كتكست قطعها لي واعملها لي في اوبجكت اسمه بوك. قلت له حاضر. اصبحت دلوقتي بوك بيحتوي على الاي دي 300، النيم بتاع البوك جافا، ال 300 هي البرايس، فلما اجي اقول له بوك دوت الاي دي هيرجع 100، هياخد ال 100 دي يبعتها لمين؟ يبعتها للاري في المكان رقم 0، يخلي الاي دي بتاعه قيمته كذا، ويخلي النيم بتاع البوك اللي في المكان رقم 0 قيمته كذا، ويخلي البرايس بتاع البوك اللي في المكان رقم 0 قيمته كذا، وبعد كده يزود الايه؟ يزود الاندكس بتاعنا. طيب بعد الخطوه ديت او بعد ما اللوب بتاعتنا ديت تخلص الفايل هتعمل بريك، وبناء عليه هيكون ايه اللي حصل؟ هيكون طلع ملا الاري بتاعي. طيب احنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نعمل فور لوب. الفور ديت هتبدا من عند الاي بزيرو، والاي اقل من الكاونت بتاعي، والاي هتبقى بلس بلس. الغرض من الفور لوب ديت اللي انا امشي على عناصر الاري بتاعتي كتاب كتاب لحد ما اوصل للكتاب اللي اليوزر عايزه. مش اليوزر عايز يدخل كتاب ودخل لي الاي دي بتاعه، طب انا عايز ادور عليه، عايز اشوف هو موجود اصلا ولا لا. فهقول له خلاص امسك لي اول كتاب اف. اف ايه بقى هنا؟ داتا اوف مين؟ اوف الاي، يعني المكان الكتاب رقم 0 دوت جيت الاي دي، هل هو بتساوي الاي دي اللي اليوزر دخله اللي هو ده؟ لو تساوى هنشوف هنعمل ايه، لو ما تساووش هنعمل ايه. لو تساوى المفروض نعمل ايه؟ اول حاجه تطبع له الريكورد القديم قبل ما يعدله، هتقول له اهوت سلاش ان ذا، هقول له اولد بوك انفو، وتبدا تي اولد بوك انفو وهي الاتي، وبعد كده هتقول له سي اوت، تقوم جاي طابع داتا اوف مين؟ اوف الاي. داتا اوف الاي هي عباره عن كتاب، فلما تيجي انت احنا عاملين اوفرلودنج، فلما تقول له سي اوت الكتاب معين فهيطبعه. طيب بعد ما نخلص النقطه ديت ايه اللي المفروض نعمله؟ هطلع له رساله اقول له خلاص بقى مش انت عايز تعمل تعدله، هقول له سي اوت سلاش ان انتر ذا نيو فاليو. بعد كده هقول له سي ان، بما ان انا عامل اوفرلودنج داتا اوف الاي، هنكتبها كلها على بعضها، الحاجات اللي انا عايز اعدلها اعدلها، واللي انا مش عايز اعدلها هنقلها زي ما هي.
وبعد ما اخلص تعديل هقول له بريك ما تكملش. طيب المفروض بعد ما عملنا الكلام دهوت وعدل الداتا بتاعتي، تعال نشوف اهوت عدل الداتا لو لقاها، لو ما لقاهاش هيطلع، لو ما لقاش هيطلع. طيب المفروض ايه اللي يحصل بعد كده؟ المفروض ان هو عدل الكلام ده داخل الاري، يعني انت محتاج الاري بتاعك يرجع يتنقل تاني في الفايل. فاول حاجه تعملها تعمل اوبن للملف data.txt، لكن المره دي في وضع مين؟ وضع الاوت. ليه الاوت؟ علشان يمسح الداتا القديمه كلها ويحط الداتا الجديده بتاعتنا. الداتا الجديده جايه منين؟ من الاري، لان انا عدلت في الاري. فاقوم جاي طبعا ما انساش احط الكونديشن بتاعي اهوت اللي هو بيتشيك اذا كان الفايل بتاعي اتفتح ولا ما اتفتحش. بعد كده نكمل. المفروض نعمل ايه هنا؟ والدنيا بسيطه خالص. المفروض ان انت هتكتب داخل الملف. ازاي هنكتب داخل الملف؟ عادي جدا زي ما كتبنا قبل كده، زي ما كتبنا في الرايت. ارجع كده للرايت فانكشن الرايت ريكورد وشوف هي شغاله ازاي. هنعمل فور لوب. الفور لوب ديت بتبدا لما الاي هنقول جي بتساوي، عادي ممكن تعملها الاي بس تعالى نقول جي بتساوي عشان لما نيجي نعمل نعدل بعد كده. وهقول له جي اقل من، هتبقى اقل من مين هنا بقى؟ هتبقى اقل من مين هنا؟ هنقول اقل من، احنا عاملينه فوق الكاونت صح؟ عاملينه هنا الكاونت ده التعداد بتاعنا اهوت. بعد كده الجي بلس بلس بقول له لف لي على الاري عنصر عنصر تاني من الاول. طب ليه بنلف عليه المره دي؟ عشان اكتبه في الفايل. هقول له يا فايل اكتب الداتا اوف الجي دي. تبقى صح امتى؟ لو انت عامل اوفرلودنج، ما تنساش ان احنا عاملين اوفرلودنج اهيت. قلت له هنا اف ستريم، فلو عملنا حاجه زي ديت هيروح يكتب الاي دي ويكتب النيم ويكتب البرايس بتاع الحاجه اللي انا باعتها له. انا باعت له هنا ايه؟ باعت له كتاب زي ما انت شايف كده. اقول له والله بعد ما تخلص فايل دوت كروز تعال نتست. طبعا قبل ما نتست هنعمل، احنا قايلين هنا الموديفاي رقم 3. هقول له موديفاي نقطتين نقطتين تمام. رن تاني اهوت. تعالى نشوف اول حاجه هنعرض الداتا كلها تمام. بعد ما نعرض الداتا كلها اقول له ان انا عايز اموديفاي. قال لي طب انت عايز تموديفاي مين؟ بوك الاي دي انهي كتاب؟ وهقول له وليكن مكان الكتاب رقم 500. قال لي الكتاب رقم 500 دي بياناته، انت عايز تدخل ايه؟ قلت له والله خليها لي 500 وخلي لي ماس 2، انا عايز اعدلها لماس 2 وخلي لي السعر زي ما هو 2409 تمام. طيب طبعا هو بيقول كانت اوبن هنا، هنعرف ايه السبب دلوقتي. المفروض ان انا هاجي لازم اكلوز الملف الاول. المفروض ان انت لازم تكلوز الملف الاول. وادي الملف بتاعي برده كان اقفله بحيث لو لا دي لا ده ملوش علاقه بالموضوع بتاعنا ده تمام. رن تاني اهوت نعرض الداتا بتاعتنا 2. قلت له بعد كده 3 عايز اموديفاي. قال لي الاي دي قلت له 500. قال لي دي الداتا بتاعتي طالما موجود. قلت له طب انا عايز اعدله، هعدل 500 زي ما هي، خلي لي الماس خليها لي ماس 2 وال 3409 ان هي دي اللي انا عايز اتعدل. طب تعالى نتاكد ان هو اتعدل، هلاقي ان هي فعلا بقت مين؟ بقت ماس 2. طيب ايه اللي هيحصل لو ان الريكورد بتاعي مش موجود؟ هل انا عملت حساب النقطه ديت؟ انا ما عملتش حساب. انا قلت له انقل لي الداتا كلها، اللوب دي كده بتنقل الداتا في الاري. اللوب دي بتعمل ايه؟ من لو انتوا فاكرين ببحث داخل الاري. طب افرض كان طلع خرق خرج بره اللوب ديت ما وصلش البريك، ما هو تخيلوا كده ده معناه ايه؟ انا هفهم منين ان هو يعني خلاص، يعني انا هفهم منين ان هو ما لقاش العنصر؟ هفهمها ازاي دي؟ انا هفهمها ازاي؟ هقوم جاي قايل له تخيلوا ان الاي ده هيت زادت. هقول له اهوت بصوا كده معايا. هقول له اف في حالة لو الاي تعدت مين؟
اكبر من الكاونت تعداد العناصر في الحاله دي، ده معناه ان هو مش موجود، الحاجه اللي انا بدور عليها مش موجود. هقول له سي اوت بوب نوت فاوند، الكتاب بتاعك غير موجود داخل الملف. طالما مش موجود يبقى انا هعمل مين؟ هقول له ريتيرن ما تكملش يابا. تعال نتست كده اهوت، طبعا هو مش شايفه، فهاخد الانت دهيت الاي ديت هعمل لها كوبي كده احطها بره اهو بيساوي زيرو، وهشيل دي خلاص مش محتاجها. اوعى تمسح السيمي كولون، السيمي كولون جزء من السنتكس اهوت، واعمل ران تاني. طبعا في ران هنا هو شغال لازم نقفله. تعالى ران تاني نركز بالراحه، هعمل اتنين. طيب محتاج ادخل اي دي 700، هل الاي دي 700 موجود؟ قال لي هو طبعا دي التشويس، معلش تعالى ندخل. هقول له ان انا عايز موديفاي، قال لي الاي دي، قلت له دخل الاي دي 700، ما طلعليش حاجه. ده معناه ان في حاجه كده مش مظبوطه، في حاجه كده مش مظبوطه. ايه اللي مش مظبوط؟ تعالى نحط هنا علامه يساوي، هفهمكم يعني ليه. نهايه اقفل ديت اهو، اقول له انا عايزك 3، وقلت له بعد كده 700. قال لي بوك مين؟ بوك نوت فاوند. المفروض ان انا عندي عدد العناصر اهوت، ده بتزيد هنا. الاي بدا بكام؟ بزيرو. تخيل ان انا عندي 100 عنصر، فالاي المفروض من 0 ل 99. لو زادت بقت 100، ده معناه ان هي وصلت لعنصر مش موجود اصلا، لان الاريج من 0 ل 99. فبقول له لو الكاونت بتاعي ب 100، يبقى اقول له لو الاي ايكوال ايكوال الكاونت، ده معناه نوت فاوند، ان الحاجه اللي انت عايز تعدلها مش موجوده، يبقى بناء عليها هتدور عليه بقى نوت فاوند. تمام، ده بالنسبه لداله مين؟ داله الابديت. ببساطه جدا خالص، عملت اريه، حمل في الداتا بتاعتي، فتحت الملف، خدت من اليوزر الانبوت بتاعه، قريت الداتا حطيتها في الاريه. بعد ما قريت الداتا حطيتها في الاريه، رحت ابحث فيها عن اللي الراجل عايز يعدله. لو لقيته يبقى اكيد الاي لسه ما وصلتش مثلا لل 100، اكيد هي 99 98 اي رقم. طالما ما وصلتش يبقى مش هيخش في الاف دي. هيعمل ايه؟ هو يقفل الملف ويروح يفتحه تاني في وضع الاوت. تخيل، على فكره لو لقاه هيخش هنا في الاف دي، ولما يخلص تعديل هيعمل بريك. بعد كده هيمسك الداتا اللي في الاري، يمسح الداتا القديمه اللي في الملف، ويحط الداتا الجديده اللي في الاري، وبناء عليه الداتا هتنزل متعدله جاهزه. اشوفكم ان شاء الله مع الديليت.